قولي، شفناك في البطولة العربية ما شاء الله، يعني انت سافرت على البطولة تقريبا، ضربت معاهم قبلها بقد ايه ولا؟ 3 أسبوعين أو 3، يعني أسبوعين تقريبا، مش كتير مش برضه كتير. يعني في عالم الهاندبول، لا مش اندماج يعني، لا لا خالص، مش اندماج، خاصة ان انت حارس مرمى برضه، دي حقيقة. فالموضوع بتبقى مبيبقاش عايز سهل. توفر الدفاع شوية كده وتعرف طبعا، اللعيبة وزاوية حاجات كده يعني. بالظبط، انك تبقى زاوية البلوك مع تظبطها. شفت؟ بالظبط، لا، صح. كنت لا لعيبة لا لا هاندبول بقى ما تهركش. لكن كلعيبة من بره انت عارف زواياهم ايه، اصل انت بتلعب في البنك زي بتلعب في، هي دي الناس حقيقة. كلها انت لو حافظ زواياهم او لو عارف ايوه دي طريقة حقيقة. الستايل بتاع الشوط بتاعهم، بيشوط فوق بيشوط تحت، فخلاص هي دي ده معروفة. حقيقة. بس هو لكن فعلا انك تظبط مع الدفاع ده بالظبط بياخد في وقت. طرق دفاع ما بين فرقة وفرقة، يعني احنا بندافع في البنك سبورتنج، بندافع بطريقة ممكن تبقى قريبة من الزمالك شوية، البنك طريقة تانية، فدي مختلفة شوية، طبعا فهي دي تمشي كده يعني. بس ما خدتش وقت برضو كتير يعني.